لو قال قائل في تاريخ الطبري أن أبا بكر أحرق الفجاءة وهو ياس بن عبد يا ليل أحرقه لما ارتد، فالجواب عن هذا أن هذه القصة لا تصح، ففي إسنادها سيف ابن عمر التميمي يتهم بالزندقة. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال عن ابن معين قال هو حديث ضعيف، قال أبو حاتم هو متروك أحاديثه تشبه حديث الواقدي، قال أبو داود ليس بشيء، قال ابن عدي معظم ما يأتي به من المنكرات التي لا يتابع عليها، قال ابن حبان هو يروي الموضوعات. إذن هذه القصة لا تصح. ومع هذا كله لو سلمنا بهذا فإنه جاء في نفس تاريخ الطبري أن أبا بكر ندم على ما فعل، ومع هذا كله فأصل القصة لا تصح. سلمنا بأن تلك الآثار صحيحة، فقد قال ابن قدامة كما في المغني وذكر ذلك غيره، قال: وبعد هذه الآثار لم يرى خلاف بين العلماء في تحريم هذا الفعل، ونقل الإجماع غير ابن قدامة رحمه الله.